زي ما بيقولوا كده يا برنس، الاهلي ملموم على خميرة حلوة. احنا مش بنحسد، احنا مش بنحسد، ولكن يا برنس انا عاوز اشوف مهاجم بقى، عاوز اشوف مهاجم. مش خلصنا من كاس العالم؟ خلاص بقى يا برنس كاس العالم خلص. عاوز اقول لك يا برنس ان من اول السنة لغاية دلوقتي خلاص كده ماشي، الاهلي بقى كان بيشارك في كاس العالم فاهمي، اللي كان في اول السنه دوت، ودلوقتي كاس عالم دلوقتي في اخر السنه، وفوز بدوري ابطال افريقيا والمشاركه بتاعت الدوري الافريقي والسوبر الافريقي والقصص دي كلها. الاهلي لم لغايه دلوقتي كده فوق ال10 مليون دولار، فوق ال10 مليون دولار. عشان بقول لك رقم خيالي، رقم خيالي. كابتن الخطيب، كابتن الخطيب مهاجم بقى، مهاجم بقى. يعني احنا خلاص لمينا الفلوس، ولو كنا مثلا كسبنا السوبر الافريقي، السوبر الافريقي ودور الدور الافريقي الجديد دوت، كنا لمينا بزياده، كنا لمينا بزياده. ولكن مش مشكله، مش مشكله، احنا دلوقتي معانا خميره حلوه، خميره حلوه فوق ال10 مليون دولار. ولكن يا برنس كابتن الخطيب او النادي الاهلي زي ما بيقولوا كده بلدي، النادي هو بخيل شويه. انا بقول انا حاسس ان احنا بخله، اللي انا شايفه، اللي انا شايفه اللي احنا بخله، ما بنصرفش. يعني يا دوبك بنجيب مهاجمين قص ولزق ماشي. انا دلوقتي خلصت كاس العالم وبقى معايا فلوس بتاعت المشاركه والقصص دي كلها، اشوف بقى، اشوف دنيتي، اشوف دنيتي واشوف نقطه الضعف اللي بعاني منها بقالي سنين، ام المهاجم. فنبدا نشتغل ان احنا نتعاقد مع مهاجم كويس يا عم. لو مش هنجيبه في الصيف يبقى في، يجي في الصيف. لو مش هيجي قصدي في الشتاء، هيجي في الصيف بس ابقى محضره، مش هقعد بقى اخش في الدوامه. بس انا عاوز مهاجم في يناير، لان انا هلوص لسه في ماتشات في الدوري. خلي بالك ان الدوري بعد بطوله امم افريقيا الاهلي هيتضغط ضغطه، والزمالك ما اقولكش، اهلي وزمالك كميه ماتشات ده هيلعبوا ماتش كل ساعه. خلي بالك الاهلي والزمالك هيتضغطوا. خلي بالك احنا ايه دلوقتي مريحين، دلوقتي في الفخفخينه، اما بعد يعدي بطوله امم افريقيا واتفرج بقى، واتفرج ماشي. فده كلمتين كده قلت ايه، اقول لك الاهلي معاه كام، لم السنه دي كام فلوس ماشي. عشان مش بنحسب بس بنقول معلومه، عشان عاوزين مهاجم. ما اروحش اجيب مهاجم من ابو مليون، ده ما بيعملش حاجه، ما بيعملش حاجه. عاوز اجيب كواليتي عالي اللي هو ب 3 4 مليون، 5 مليون. اجيب مهاجم يجيب لي ملايين، اجيب مهاجم بيخلص صد الجون بيجيب ملايين برضه ماشي. دي قصه المهاجم. مقارنه كده خفيفه ما بين الجيل الذهبي والجيل الحالي اللي ما فيهوش مهاجم، اللي ما فيهوش مهاجم. الجيل الذهبي يا برنس شارك في كاس العالم للانديه 5 مرات، 5 مرات بقى. ايه ده كان في عفاريت الاسفل، عصام الحضري، وائل جمعه، اسلام الشاطر، احمد فتحي، سيد معوض، حسام عاشور، وابو تريكه، ومحمد بركات، وعماد متعب، واحمد كتير كتير، وفلافيو، وجيب بيرت كتير. كل دول حققوا يا برنس مديله واحده بس في كاس العالم من 5 مشاركات. اما الجيل الحالي، الجيل الحالي اللي ما فيهوش مهاجم، اللي عنده بعض الحتت الناقصه في الحتت الهجوميه، في الحتت الهجوميه، فيا برنس رحنا 4 مرات جبنا 3، وكنا ممكن نجيب الفضيه السنه دي، ولكن احنا ما عندناش مهاجم. ما انا قلت اعرفك بس ان احنا ما عندناش مهاجم. يعني لو كان معانا مهاجم السنه دي كنا جبنا كنا جبنا الفضيه وعملناها. ولكن الحمد لله، الحمد لله، عشان السيتي ما بيرحموش. شفت السيتي عمل ايه في فورمارينسي؟ ما اقولكش. ولكن انا بقول من دلوقتي نبدا نشتغل على مهاجم. خلاص بقى معانا فلوس حلوه، نيجي نتعاقد مع مهاجم. بتمناها، بتمناها من ربنا، او يا رب موديس يشتغل، موديس يشتغل، نفسي يشتغل والله. عمال نجرب، عمال نجرب، مش عارفين نعمل. راح كاس العالم لعب 3 دقايق خد ميداليه برونزيه، مفيش حد عملها دي، مفيش حد عملها. فيا ريت يا كابتن خطيب نجيب مهاجم بقى.